عدونا الدائم. إياك أن تقول أخي في الله هناك سلام دائم مع اليهود أبدا. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود من بعثة النبي إلى يوم القيامة، والحرب بيننا وبين اليهود مستعرة. هل مات حيي بن أخطب؟ أم أنه موجود الآن أيضا؟ هل يوجد حيي بن أخطب إخوتي في الله في العصر الحديث؟ نعم، يوجد حيي بن أخطب في العصر الحديث. رجل اسمه برنارد لويس، هذا الرجل إخوتي في الله بريطاني الجنسية، من أبوين يهوديين، يهودي الديانة، صهيوني المبدأ، أمريكي الجنسية، جمع خصال الشر كلها. ولد في عام 1916 من الميلاد. هذا الرجل إخوتي في الله كان مستشارا للرئيس الأمريكي بوش الأب وبوش الابن، صاحب أخطر مشروع في التاريخ، وهو مشروع تفتيت العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة. ما عليك إلا أن تدخل على الإنترنت وتكتب هذا الاسم برنارد لويس، المخطط أو مخطط تفتيت العالم الإسلامي.